بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، موضوع عذاب القبر من جديد. الحقيقة بعض الإخوة الباحثين الذين اعتقدوا أنه لا عذاب قبل الحساب وأنه لا يوجد عذاب في القبر أحدثوا تشويشا لدى عدد من الناس حول هذه القضية. والحقيقة قلنا هناك عشرات الأدلة من القرآن الكريم، يعني طبعا لا يجوز لنا أن ننكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي كان يستعيذ من عذاب القبر، هل نرمي كل هذه الأحاديث بالمنطق يعني؟ طيب ما الفائدة أن نلغي هذه الأحاديث ونكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وندعي أن القرآن لم يتحدث عن عذاب القبر؟ لنفرض أن القرآن لم يتحدث عن عذاب القبر، هذا ليس دليلا على أنه لا يوجد عذاب في القبر، هذا دليل على أن دماغك قاصر، على أن عقلك لم يستوعب ما في القرآن. نحن طبعا لا نستطيع أن نحيط بكل القرآن أحبتي في الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والله أيها الأحبة، كل العلوم وكل المفسرين وكل علماء الدنيا حتى الآن لم ينهلوا إلا قطرة من بحر هذا القرآن. القرآن بحر، خلال 1400 سنة كل هؤلاء الآلاف من العلماء لم يأخذوا إلا قطرة. لذلك قضية خطيرة أن تقول القرآن لم يتحدث عن كذا، قضية خطيرة. هل الله عز وجل أعطاك كل علوم القرآن؟ لذلك أحبتي في الله، أحد الأحبة أرسل لنا دليلا جديدا من القرآن على عذاب القبر، وأحببت أن يعني أتأمله معكم لأنه طلب مني أن أوصله لأحبتي القراء. وطبعا أنا أقول دائما أي إنسان تخطر بباله معلومة قد تفيد أبحاث القرآن الكريم فليرسلها لنا على رقم واتساب، على الإيميل، على في التعليقات، في أي وسيلة متاحة، عسى أن نتمكن من إيصالها للناس. نحن هدفنا أيها الأحبة نشر العلم النافع، لأن الإنسان إذا مات، انتبهوا أحبتي في الله، انقطع عمله إلا من ثلاث. طيب هذا دليل على وجود حياة بعد الموت. طيب سننكر هذا الحديث أيضا؟ يعني أنا أقول لي أصحاب نظرية، وهي ليست نظرية، هي وهم أنه لا يوجد عذاب قبر، نقول لهم كم سنكذب من أحاديث النبي؟ أحد الأحاديث التي سنضطر لتكذيبها للأسف هذا الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. إذا أنت عندما تتصدق في حياتك وتترك شيء صدقة جارية، سبيل ماء، شيء ينتفع به الناس، مشفى لعلاج الناس، يأتيك الأجر بعد موتك. يعني بالمنطق انقطع عمله إلا من ثلاث، إذن أعمالك تستمر بعد الموت. يعني هذا دليل واضح على أن أعمال الإنسان مستمرة بعد الموت، لا تتوقف. أو ولد، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان لك ولد تعبت في تربيته وأحسنت تربيته ودعا لك بعد الموت يصلك هذا الثواب، تأخذ حسنات وأنت في قبرك. إذن هذا أيضا نعيم القبر، يأتيك الثواب. الشيء الثالث: أو علم ينتفع به. فأنت عندما تأتي بمعلومة وتخطر ببالك هذه المعلومة ثم تتركها وتمر مرور الكرام، أنت نفعت نفسك ومشيت. ولكن عندما توصل هذه المعلومة لمن تعتقد أن لديه قدرة على إيصالها لعدد من الناس، نحن كل ما نقوم به أننا نبسط المعلومة، نشرحها بأسلوب بسيط، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينشرها ولسنا نحن، يعني هو يتولى نشر هذا العلم النافع بإذن الله. فلذلك هذه المعلومة التي أنت يعني ترسلها لنا أو لأي إنسان لديه وسيلة لإظهار هذه المعلومات ونشرها، كل من سينتفع بها
سيأتيك من الأجر مثل أجره. أنت حي وأنت ميت، سبحان الله. إذن أحبتي في الله، الدليل الذي أرسله لنا الأخ الفاضل أن الإنسان الكافر عندما يبعث، الله تعالى يقول ونفخ في الصور. الصور هو يعني مثل قرن أو مثل شيء يعني مثل البوق، ولكن ضخم جدا، يعني أمر غيبي. هذا ينفخ إسرافيل عليه السلام فيه نفخة، فكل المخلوقات من شدة هذه النفخة، وأنا قلت هي نفخة معلومات حقيقة، تحيي كل هؤلاء الناس، يبدأ هؤلاء الناس بالخروج مثل يعني نسل ينسلون، فإذا هم من الأجداث، أجداث مكان الذي استقر فيه، إلى ربهم ينسلون. قالوا، هنا الشاهد أيها الأحبة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فأصحاب نظرية أنه لا عذاب بعد الحساب أو قبل الحساب يقولون لو كان هناك عذاب قبر لما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كانوا نائمين ومطمئنين ولا يوجد شيء، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذن هم كانوا رقود أو نائمين أو كذا. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الأخ الباحث الذي فهم هذا الفهم، هذا الكلام غير دقيق باللغة العربية. المرقد غير الرقود أولا، المرقد هو المكان الذي تستقر فيه، سواء كنت تعذب أو تنعم اسمه مرقد، تمام؟ يعني أنت الآن تجلس في بيت، أنا أجلس في هذا البيت، قد أكون فرح أو أكون حزين، بالنتيجة أنا جالس مجلس، هذا اسمه مجلس. ولكن المرقد لا يصف الحالة النفسية للإنسان. فعندما تقول أنا مثلا خرجت من منزلي، ليس له علاقة أنك كنت تعيس أو فرح في منزلك. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لا يعني أنك كنت راقد ومطمئن، لا، هو المرقد هو اسم مكان، مرقد مثل منزل. أنت تقول خرجت من منزلي، ليس فيها أي إشارة إلى أنني كنت جالس ومطمئن، قد أكون تعيسا، قد أكون مهموما حزينا. إذن أيها الأحبة، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الشاهد هنا أيها الأحبة الذي أرسله لنا هذا الأخ الفاضل، كلمة يا ويلنا متى يقولها الإنسان؟ يعني هذا الإنسان الذي لو كان جالس في قبره ومطمئن وبعث، إذن لماذا يقول يا ويلنا؟ لماذا؟ معنى ذلك أنه كان يعذب. طيب ما هو الدليل؟ الدليل هنا أيها الأحبة، في قصة الجنة أو البستان، حيث اتفق أصحاب هذه الجنة أنهم سيحرمون المساكين من هذا الرزق، سيأتون مبكرا يحصدوا أو يأخذوا الرزق ويذهبوا به قبل أن يأتي المساكين، لكي لا يأخذوا حصتهم التي كانوا يأخذونها من والدهم قبل موته. يعني الأب كان صالح وجاء الأولاد، أرادوا أن يحرموا هذا المسكين أو هؤلاء المساكين من هذا الثمر. هؤلاء المساكين تعودوا كل عام يأتون، والأب يكرمهم. مات الأب، جاء الأبناء، قالوا لماذا نعطي هؤلاء المساكين؟ نذهب قبل أن الظهر أو قبل موعد مجيئهم، نذهب في الصباح فنأخذ الرزق ونخرج به. هنا أراد الله أن يعطينا ويعطيهم درسا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إذن الطائف الذي طاف هو على ما يبدو إعصار فيه نار، أو شيء يعني أحرق هذه الجنة أو هذا البستان، فأصبحت أي الحديقة أو الجنة كالصريم، أصبحت ممسوحة مسحا تماما،
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. انطلقوا يعني بسكوت بصمت، لا تدخلوا المساكين، نريد أن نأخذ الرزق ونحرم المساكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قالوا هذه ليست حديقتنا. وجدوا شيء محروق ليس لها أي أثر، سبحان الله، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا هنا أيها الأحبة، بعد أن ذاقوا هذا الألم والعذاب والحسرة، مثل هذا الأمر يمكن أن يصيب إنسان بنوبة قلبية يموت، يعني ألم فظيع، عذاب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. متى قالوا يا ويلنا؟ بعد أن رأوا العذاب. دققوا أيها الأحبة، انتبهوا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، سماه القرآن عذاب، إذن هذا عذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تمام أيها الأحبة. الآن عندما يعني لا نريد أن ندخل في يا ويلتنا ويا ويلنا ويا ويلتا، كلها تدل على أن هناك عذاب يحدث بعد ذلك، يتحسر الإنسان. لذلك هؤلاء الذين يعني مثال على ذلك، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. متى قالوا يا ويلتنا؟ بعد أن أيقنوا أنهم أصحاب النار. الآن آية أخرى أيها الأحبة، انتبهوا معي، الله تعالى يقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. أبصار الذين كفروا شاخصة، لا تغلق من هول المشهد الذي يرونه في هذه اللحظة. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يا ويلنا، إذن أنت عندما ترى العذاب تقول يا ويلنا. طيب هذا الذي خرج من القبر الآن لماذا يقول يا ويلنا ولم يحدث أي حساب ولم يحدث أي شيء؟ مباشرة خرج قال يا ويلنا. أنا سأشرح لكم أيها الأحبة. الكافر يعرض على النار في النار في القبر غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها، سماه القرآن سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها، هذا من العذاب السيء أيها الأحبة، غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عندما يعرض هذا الكافر على النار غدوا وعشيا وتلف أعصاب ويرى النار ويعذب عذاب حقيقي، عندما يبعث بروحه وجسده ونفسه، فيدرك الآن أن كل هذا العذاب الذي عذب به في القبر لا شيء. دققوا معي، تخيلوا الموقف، أنا فقط أريد أن نتخيل، عندما يعذب ليلا نهارا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا، هذا خلال ربما يبقى في القبر مليارات السنين، نحن لا نعلم متى تقوم الساعة، ربما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40، بس كم 40 سنة أم 40 مليار سنة أم ماذا؟ قد يكون مليارات السنين، وهذا الإنسان يعذب يعذب يعذب. آخر شيء عندما يبعث ويدرك أنه سيدخل في العذاب الحقيقي بجسده وروحه وجلده ورأسه وكل شيء، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما كنا في العذاب الأصغر، هذا المقصود، يعني كنا بعذاب بسيط، عرض على النار وألم ورعب وخوف يعني، ولكن الآن عذاب كبير،
ولعذاب الآخرة أكبر. ما معنى أكبر؟ إذن عذاب القبر عذاب صغير، عينة صغيرة يعني، أما هناك العذاب الكبير، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك أيها الأحبة، الآية التي يستدل منها أصحاب نظرية لا عذاب قبل الحساب هي التي تؤكد وجود عذاب قبل الحساب. لأن الحساب أيها الأحبة هو نوع من أنواع العذاب، يجب أن ننظر إلى الأمر كذلك. يعني دائما الإنسان حتى يحكم على شيء يتخيل نفسه في هذا المشهد. الحساب الذي يتعرض له الكافر هو نوع من أنواع العذاب حقيقة يعني، بينما الصابر المتقي يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب هذه الآية ماذا نفعل بها؟ الله ألغى الحساب نهائيا بالنسبة للصابرين. إذن أحبتي في الله، الإنسان عندما يموت قامت قيامته، انتهى كل شيء، بدأت رحلة العذاب أو رحلة النعيم. إما رحلة من النعيم بأحداث وسنوات ومليارات السنين، ثم يوم القيامة 50,000 سنة ثم خالدين فيها أبدا كذا، إما رحلة من النعيم مليئة بالأحداث، وإما رحلة من العذاب والعياذ بالله مليئة أيضا بالألم والأسى والرعب والخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين استقاموا ومن الذين أعدوا العدة لمثل هذا اليوم، لظلمات القبر أيها الأحبة، أن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.